طيب احنا رجعنا لحضراتكم وخلينا نروح للتقرير ده، وهو تقرير جميل جدا احنا بنتكلم فيه، وهو بيتحدث عن اعضاء النادي الاهلي بس من كبار السن والرواد، اللي احنا بنقول حاجه اكيد تفرح جدا ونموذج بيكون رائع لما انتم بتشوفوهم او احنا بنشوفهم بيمارسوا رياضه في النادي وكمان فتنس وجلسات تمارين رياضيه، حاجه جميله جدا. التقرير ده هنتابعه مع حضراتكم، بعد كده هنطلع فاصل، بس خليني برضو اقول عن فقراتنا ان احنا النهارده معانا ثلاث فقرات حواريه. الفقره الاولى هيبقى معانا ميكس كده، هي اول فتاه عربيه بتحصل على لقب حكم دولي في الفيفا، وكمان طبعا عندها طموح كبير جدا هنتكلم في تفاصيله معاها، ولكن كمان هي فازت بالوصيفه الاولى لملكه جمال العرب. فعندك ميكس بقى عشان طبعا انت الفقره دي بقى تعيز طبعا كلامك الفقره دي محتاجني فيها شكل الحلقه ابتدت تحلو يا حضرات. يعني فدي الفقره الاولى. الفقره الثانيه برده معانا نموذج نسائي جميل، معانا رانيا الخطيب، هي فنانه، هي ممثله ومذيعه وكمان مدربه يوجا، اعتقد هتبقى فقره حلوه جدا. الفقره الاخيره هنتكلم فيها مع كابتن محمد حشيش نجم الاهلي الاسبق، طبعا ملف كره القدم والمونديال. خلينا نروح فاصل فاصل ايه نشوف التقرير وبعدين نطلع فاصل. عكوسات سريعه. خير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح السعادة على كل أعضاء ومحبي ومشجعي النادي الأهلي. النهاردة مع كلاس السعادة عندنا تمارين مع كبار السن أو بالأف 50، بداية العمر الجميل اللي هو بمتمسكين بالرياضة، الرياضة بتأثر في نفسيتهم، بتأثر في حياتهم، بتأثر في يومهم. لازم نشجع كل أمهاتنا وكل الناس اللي بدأت تخطي 50 سنة إن هم يعملوا رياضة، هتفرق في حياتهم الطبيعية نفسياً ومعنوياً وجسدياً. النهاردة هنشوف شوية تمارين، وعايزين كل اللي قاعدين في البيت معانا يشتغلوا ورانا، هتبقى تمرينات مفيدة ليهم صحياً وهتفرق في نفسيتهم. ومع كلاس السعادة هنبدأ نشوف التمارين بتاعتنا. Step touch يمين inside. طبعا احنا بعد الاقبال الفظيع على الكلاس وكانوا حابين جدا ان العدد يزيد تحت، فعشان طبعا ظروف الكورونا وكده يعني اخذنا طبعا تصريح ان احنا نطلع في الملعب، وده طبعا شكر وتقدير من جميع الاعضاء ومن احنا ككوتش يعني ان هم بيحافظوا علينا. فاشتغلنا في الاوت دور وكان طبعا الاقبال زي النهارده كده. دايما كلاس الاف 50 اون شير او كلاس السعاده زي ما احنا بنقول عليه اكتر اهتماما حتى من السن الصغير، فدي حاجة بتفرحنا احنا ككباتن ان ازاي الاقبال كده في السن ده واهتمامهم بالرياضة، وازاي السن الاصغر بيبقى ما عندوش نفس الاهتمام. فاحنا طبعا وريناهم ازاي هم بيشتغلوا، بيعملوا روح بمنتهى السعادة، وتعبانين وهم شغالين حتى على الكراسي، بس هم في نفس الوقت محافظين جدا ان هم لازم يحافظوا على عضلاتهم ويساعدوا نفسهم بنفسهم، ما يوصلوش للسن الاكبر شوية وفي حد بيساعدهم او محتاجين ان هم يبقى في حد معاهم او معيل. طبعا الكلاس حلو كتير، وخاصة انه عم يعملوا برات يعني خارج الجيم بالهواء الطلق مشان الكورونا طبعا، وبعدين حتى انشط يعني شو بدي اقول لك، في سعادة اكثر فيها في الشمس، كل حاجة بتعطيك قوة اكثر وسعادة اكثر. وبتمنى دائما النادي الاهلي دائما يعني يكثر الكلاسات دي ويشجع الكل يلعب، يعني المكان كبير والستات الكبار يعني سهل يلعبوا سهل ينبسطوا، طبعا هي شغله حلوه كتير. بتمنى انه يزودوا الكلاسات كمان. يعني احنا سعينا ان احنا نبقى في الاوبن اريا عشان نواكب الموضوع الكورونا دوت، علشان نعلي اللياقه بتاعتنا ونعلي نبقى يعني في زي حائط صد لاي فيروس يجي لنا، ان احنا متعرضين للشمس وبنلعب رياضه وبنعلي المناعه بتاعتنا. فأنا مش عارفة أقول حاجة، يعني لو قلت أي حاجة عن النادي الأهلي فيعني ربنا يكرم كل الناس اللي قائمين على النادي الأهلي، ربنا يبارك في بناتي اللي هم تحت في الجيم. اليوم يعني جميل الحمد لله، اليوم بصراحة تمتعنا، يوم جميل قوي، وبنشكر طبعا كابتن أستاذ محمد مرجاني الأول، احنا طلبنا منه إن احنا نلعب أوبن إير، فالحمد لله هو يعني وفى بوعده الحمد لله، ودكتور احمد عوض
فبنشكره وبنشكر الكباتن طبعا هم تعبوا معانا. فالحمد لله احنا النهارده اليوم جميل قوي بيكوا طبعا وبالصحبه الجميله دي. النهارده جميل جدا جدا جدا، والكلاس دوت بيعمل لنا حاجه يعني بصراحه نفسيا ومعنويا كل حاجه، بنبسط جدا وبنستنى زي الاطفال الصغيره، بنستنى اليومين دول يعني فارغ الصبر زي ما بيقولوا كده بالظبط. طبعا احنا كبار في السن زي ما انت شايفه كده، بننسى سننا، بننسى همومنا، بننسى حياتنا. الكباتن هنا حاجه بصراحه يعني، هم بيدونا امل، بيشجعونا ان احنا نيجي وبنلتزم، فده حاجه جميله جدا جدا جدا. جميل جميل، مش عاوز اقول لك اكتر من رائع بجد، لان احنا هنا بنيجي نلاقي نفسنا فعلا كلنا، وبعدين بقينا جروب حلو، بقينا اصحاب، طب ما كناش نعرف بعض قبل كده. الجيم جمعنا وبنقعد مع بعض الصبح في الشمس، بنيجي نلعب، نخرج نلعب، نقعد مع بعض، فغير المود وغير حياتنا وغير كل حاجه عندنا. يوم كويس جدا ويوم جميل، والحمد لله الكابتن احمد طلبنا منه ونفذنا اللي احنا عايزينه، والنادي الاهلي ممتاز وكل الكباتن كويسين جدا، كابتن سيمو وميمو وماهي ودنيا كلهم كويسين جدا بصراحه. وانا عن نفسي اليوم اللي ما بجيش العب فيه انا بيجي لي حاله اكتئاب.